بسم الله الرحمن الرحيم. انا الدكتور عمر شبل، استاذ علاج الاورام والطب النووي، كليه الطب جامعه الاسكندريه. ليا الشرف ان انا اكون معاكم النهارده اتكلم في المؤتمر 21 لجامعه اسكندريه على التوالي، اللي بيضم نخبه من اساتذه علاج الاورام والطب النووي واساتذه جراحه الاورام واساتذه طب الاورام والعلاج الاشعاعي والكيماوي والمعالج الموجه وجميع انواع العلاجات المختلفه. الحقيقه في المؤتمر ده بيتقدم مقالات كثيره جدا علميه ودوريات علميه كثيره، واحدث ما يمكن الوصول اليه واحدث ما يمكن التوصل له في علاج هذا المرض اللعين. والحمد لله في الفتره الاخيره ظهرت امور كثيره جدا كانت مختفيه عننا من انواع علاجات كثيره، من ضمنها العلاج الموجه والعلاج المناعي والعلاج الكيميائي المختلف بانواعه، كذلك اجهزه العلاج الاشعاعي المتقدمه نوعيا وتكنولوجيا والتي تعطي نتائج افضل لمستوى اعلى من العلاج وللوصول الى الشفاء باذن الله من هذا المرض. انا بوجه كلامي للمجتمع عامه اللي هو اهميه الكشف المبكر للاورام. الكشف المبكر للاورام بيعتبر الورم في منتهى البساطة والسهولة وعلاجه في منتهى السهولة وبينتهي علاجه فورا، وعندنا حالات كثيرة جدا شفيت تماما بإذن الله ولله الحمد مستمرة في حياتها بدون أي مضاعفات بدون أي مشاكل. المشاكل كلها هي الإهمال. المريض بيهمل نفسه حتى يصل بالورم إلى مرحلة متأخرة يصعب معها العلاج ويصعب معها نسبة الشفاء ويصعب معها كذلك نوعيات العلاج المختلفة وتأثيراته الجانبية. أنا بشكر حضراتكم كثير جدا وبوجه لكم دايما اللي هو الثقافة العلمية، الثقافة الطبية، الفهم الطبي دون خوف، يعني ما يبقاش في خوف بحيث المريض يبقى يعني دايما مرعوب خايف الآن في حالة نفسية متوترة إن عنده حاجة، لا مش شرط، ولكن لازم يبقى ملاحظ جيد ولازم يبقى مراقب جيد للوضع. وأشكر حضراتكم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.